يعني هو مثلا صغر، فالعسكري طلع يجيب ابويا، فجابه في الحديد وفك ايده وساب ابويا. فالضابط قال له ايه ده، ايه اللي خلاك تجيبه؟ قال له ما هو كل زيارة كده. قال له كل زيارة؟ مين اللي قال كده؟ قال له الزيارة دي ايه؟ قال له سيادتك معرفش، بس احنا بننزل هنا. قال له الزيارة دي متصنفة ايه؟ في الدفتر ايه؟ قال له سلكاوي يا فندم. وراح قال له طب يبقى اتفضل رجعوا. اختي امل، احنا كلنا وقفنا اتجمدنا. اختي امل الوحيدة اللي طلعت تجري اتعلقت في رقبة بابا، وبابا كان بيبص للراجل ما شالش عينه من عليه. يعني ما ينفعش ده يحصل قدام ولاده، ما ينفعش قدام اطفال صغيرين، ما ينفعش على الاطلاق. وبعدين ابويا بص في الارض كده وراح مدينا ظهره وماشي، شاور لنا كده نمشي. يعني الراجل ده احنا يعني لا يعني احنا في السن دي اطفال في ابتدائي، يعني انا لو ربنا مديني قوه انا كنت يعني اتعلقت في زماره رقبته وشلتها. ده تحول إلى العدو رقم واحد للعيلة السعدنية. رحنا نزور أبويا بعد كده، كان في راجل اسمه إبراهيم الدسوقي، كان صول وترقى بقى ظابط وخد 3 نجوم، ومع النجمة الرابعة قال إحنا هطلع معاش بقى حاجة كده. فالراجل ده كنا ما كنا نروح وهو يبقى الظابط المسؤول عن الزيارة. الراجل ده كان بيسيبنا يعني نقعد مع ابونا ساعتين ويخش يقول لنا بتالي شبعته، فاحنا طبعا لا يمكن نشبع. فبقول ايه بلاش عشان ما نزهوش، يلا امشوا. المهم كلمونا قالوا اتفضلوا يوم كذا هتيجوا تزوروا الوالد، بس ما تنسوش التصريح. رحنا جبنا التصريح ورحنا. لما رحنا سجن القناطر، حضراتكم شفتوه في الافلام، هو باب قرش كده بيتفتح خش جوه، وبعدين نروح داخلين يمين في يمين على المكتب بتاع الضابط. دخلنا لقينا نفس الضابط اللي عمل معانا الفصل اياه، فكلنا وشنا اتاخد. وبعدين احنا مش في حمل بقى ان احنا نشوف الموقف ده تاني. وشويه لقيت ابويا جاي والاتنين رفعوا ايديهم في السماء، وهات يا مراحب واحضان وشيء ما حصلش في تاريخ البشريه، زي ما يكونوا اتنين اخوات الحياه فرقت بينهم وتلاقوا مؤخرا. يا نهار ازرق، ايه اللي بيحصل ده؟ فالراجل بقى راح جاي مطبطب عليا، ازيك يا عم اكرم؟ قلت له الله يخليك الحمد لله. قال عامل ايه؟ قلت له كويس. قال لي يلا اتفضلوا، وراح واخدني من ايدي. قال بصوا بقى الاول بس عم محمود سيجاره، راح مدي لابويا سيجاره مولع سيجاره. قال لي عم اكرم تعالى بقى اقعد انت الظابط، وقت ما تزهق من ابوك ابعت لي اي شاويش قول له عم حسن يجي عشان يقعد مكانه. فاحنا يعني لا ضحكنا ولا زعلنا ولا عملنا حاجه، احنا سهم الله ما اتكلمناش، كلنا احنا مندهشين للانقلاب اللي حصل. اتاري ايه الحكايه؟ الضابط ده واحد من بقى واحد من اقرب الناس لابويا بعد كده، من 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 اليوم ده الى ان يعني ابويا تعب والراجل توفى الله والله يرحمه ويحسن اليهم جميعا. الراجل ده اسمه حسن البنداري عماشه. حسن البنداري عماشة ده يبقى ابن خالة عبد الحليم حافظ. هو لما راح سجن القناطر فقال لعبد الحليم، الحين بقول له أخبارك إيه؟ قال له والله أنا مسكت سجن القناطر يا حليم. قال له مسكت سجن القناطر؟ قال له قال له مين عندك؟ عبد الحليم كان عارف. قال له مين عندك من الناس المشهورة؟ قال لي عنده واحد من مراكز القوة محمود السعدني. قال له طب بص يا حسن، أنا في أمانة هديها لك لمحمود، وعايز منك حاجة تانية وتوعدني انك هتعملها. قال له ايه يا عبد الحليم؟ قال له تحط محمود السعداني في عينيك. قال له بس ده في
الدفاتر فيها حاجات صعبة في المعاملة، يعني مش مفيش أوامر بأنه يبقى. قالوا لا ده محمود السعداني يا حسن. قالوا هي محتاجة أوامر؟ قالوا ده متهم بقلب نظام الحكم. قالوا ده السادات نفسه خفف الحكم من 5 سنين لسنتين. حسن عماشة عبد الحليم اداله خرطوشة سجاير كنت وعلبة شوكولاتة كبيرة. أبويا خد الشوكولاتة وزعها على المساجين، إنما علبة سجاير الكنت نقلت أبويا من وضع في السجن إلى وضع آخر. أنت سعادتك لما تحب تاكل في السجن ما تحب يبقى عندك واحد يطبخ لك، بتديله أجره السجاير. السجاير إيه؟ نوعين، لابولومونت لكلوباترا. لو عايز هتغسل هدومك، واحد بيغسل لك هدومك، يعني بيجيب الإزان دوت اللي بيطبخوا فيه يغلي المية وحط الهدوم يغليها وظبطها زي الفل. واحد ينظف لك الزنزانة، واحد ينظف الحمامات اللي انت بتخش، كل ده بالسجاير الكلوباترا او البلمونت. ولو عايز اكل معين من الـ يعني الـ هم بقى حد معاه فلوس تديله السجاير يديك فلوس تجيب بيها اكل من الكانتين اذا الرصيد بتاعك خلص. مهم، الكنت بقى كانت زي الدولار بالظبط في السوق السوداء جوه السجن. فبالخرطوشة الكنت دي ابويا بقى ملك زمانه، فبقينا نحاول نجيب لابونا خرطوشة الكنت دي كل شهر عشان يعيش بيها الشهر كله. وبعدين انت بعشر سجاير من الكنت بتشتري قاروص الكليوباترا من السوبر اللي كانت هي دي فكهة الشعب المصري ايامها. الشيء الغريب بقى يعني ده عبد الحليم، شوفوا عبد الحليم بقى وجماله ورقته. عبد الحليم حر يعمل ده، يعني هو راجل عايش ملك زمانه، مطرب الشعب المصري المتربع على عرش الطرب، مش في مصر بس ولا العالم العربي كله، محدش هيحاسبه محدش هيزعل منه ومحدش يلومه لو ما عملش كده.